أبو القنبلة الذرية، تلك الجملة التي تذيلت صورة روبرت أوبنهايمر على غلاف مجلة تايم الأمريكية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بإلقاء القنبلة الذرية التي اخترعها أوبنهايمر وفريق من العلماء داخل معسكر لوس ألموس في مانهاتن على مدينتي ناجازاكي وهيروشيما في أكثر لحظة مأساوية ودرامية في تاريخ البشرية. وبعدما يقرب من 78 عاماً خرج إلينا فيلم أوبنهايمر ليعيد إلى الأذهان تلك المأساة، الفيلم الذي لقي إقبالاً وهجوماً في ذات الوقت، اتهامات سياسية لصناعة في محاولة لغسل أيدي الولايات المتحدة من دماء 200,000 قتيل ومصاب جراء تلك القنبلة التي صنعت في معامل لوس ألموس. هل كان العالم الأمريكي يوليوس روبرت أوبنهايمر الذي عاود اسمه الظهور بقوة مع بدء عرض فيلم كريستوفر نولان الضخم عنه، هل هذا الرجل كان يشعر حقا بتأنيب الضمير لمساهمته في اختراع القنبلة الذرية؟ هل نجح فيلم أوبنهايمر في إعفاء الولايات المتحدة من المسؤولية الأخلاقية عن كارثة ناجازاكي وهيروشيما من خلال تجسيد قصة العالم الذي وجد نفسه في خضم السياسة والمسؤولية؟ وهل فعلا منح أوبنهايمر الولايات المتحدة السلاح الذي ستقضي به على نفسها قبل أن تقضي على الآخرين؟ سنناقش هذا العنوان في حلقة هذا الليلة ما بين الفن والسياسة والقدرة على التنصل من المسؤولية الأخلاقية عن كوارث إنسانية تسبب فيها صناع القرار. وهل من يمتلك السلاح النووي للردع فقط ضرب من الخيال أم حقيقة من الحقائق؟ أهلا بكم، نحن في هذا المساء وأنا تامر حنفي أحييكم.